حياكم الله مشاهدينا الكرام في السلطة الرابعة وأبدأها بأبرز العناوين. في العربي الجديد، الأمم المتحدة تدعو لإسكات الأسلحة باليمن لتفادي أسوأ مجاعة في هذا القرن. وفي الشرق الأوسط، مستودعات الوقود الحوثية قنابل موقوتة تهدد حياة اليمنيين. وواشنطن بوست، مأرب ما تزال عصية على الحوثيين وتصعيدهم يعقد جهود إدارة بايدن لحل الصراع. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي تناول تقريرا قال فيه أن سلطات ميليشيا الحوثي في صنعاء أعلنت دفن العشرات من الأثيوبيين الذين قضوا في محرقة مركز إيواء المهاجرين جنوب المدينة. ونقل الموقع عن وكالة سبأ الحوثية أنه تم تشييع 43 مهاجرا بحضور قيادات في الميليشيا وجمع غفير من قيادة وأعضاء الجالية الأثيوبية والجاليات الأفريقية الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرتها. واليومين الماضيين قالت مصادر مطلعة للمصدر أونلاين إن السجن الحوثي الذي شهد مأساة حرق المئات من الأفارقة تم تفريغه، ولا يعلم حتى الآن مصير المئات الذين نجوا من المحرقة. رجحت المصادر قيام الحوثيين بتهجير الناجين من المحرقة أو التجهيز لتهجيرهم قسرا إلى مناطق خارج سيطرتهم، خاصة المناطق الجنوبية باتجاه تعز وعدن. لكن مصدر آخر قال إنه من المتوقع أن تواصل الميليشيا احتجازهم خشية تحدثهم عن تفاصيل الجريمة فيما لو أفرجوا عنهم. في الصحف العربية مشاهدينا الكرام، قالت صحيفة الرياض في افتتاحيتها اليوم أن الحل السياسي في اليمن هو الأساس لإنهاء الأزمة في هذا البلد الذي عانى أهله من ممارسات الحوثي التابع لإيران، ويأتمر بأوامرها وينفذ مخططاتها دون مراعاة للمصالح العليا لليمن والشعب اليمني. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحوثيين لا يوجد في أجندتهم مصطلح السلام من أجل اليمن، بل موجود فكر نراه غير سوي في التعاطي مع الأزمة اليمنية، ورغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه تحقيقا للأهداف الإيرانية التي طالما افتخر الحوثيون بالتبعية لها، كما هي الحال مع حزب الله في لبنان حيث طهران هي المسير لهما دون أي مواربة. وقالت الصحيفة أن ميليشيا الحوثي رفضت للمقترح الأمريكي وللقرارات الأممية، يعني أن هذه الميليشيا غير راغبة في إنهاء الأزمة، بل ترغب حسب الأوامر الإيرانية في إطالة أمد الأزمة. فإيران تعيش ضغطا دوريا في ملفها النووي وتريد أن ترفع من ذلك الضغط عبر إطالة أمد الأزمات التي تديرها، وهو تكتيك دائما ما لجأت إليه طهران في كثير من الأوقات. وطلبت الصحيفة المجتمع الدولي عليه مسؤولية في وقف العبث الإيراني في اليمن عبر تنفيذ قراراته والضغط بقوة على الميليشيا الحوثية لوقف ممارساتها غير الإنسانية التي يدفع الشعب اليمني ثمنها كل يوم. نشرت صحيفة العربية الجديد تقريراً قالت فيه أن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي نشد أطراف النزاع في اليمن إسكات الأسلحة ووقف النزاع للحيلولة دون موت المزيد من اليمنيين في الحرب والمجاعة التي تحوم في البلاد. وفي تصريحات للعربي الجديد في نيويورك، وصف بيزلي الوضع في اليمن بأنه كارثي، حيث يعيش البلد أكبر كارثة إنسانية على الأرض، حيث يعاني 16 مليون يمني من الجوع، من بينهم 5 ملايين يواجهون خطر المجاعة. وأكد بيزلي أن نقص التمويل لعمليات المساعدات الإنسانية ومنع نقلات الوقود من قبل قوات التحالف من الوصول إلى الحديدة يزيد من تدهور الأوضاع، وحذر من أن العالم سيشهد أسوأ مجاعة في القرن الحالي إن لم يتم التحرك وبسرعة. وردا على أسئلة إضافية للعربي الجديد حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن بالإضافة إلى نقص تمويل برامج المساعدات الإنسانية، قال بيزلي: لقد تحدثت في السابق وبشكل واضح ضد الخطوات التي اتخذها كل طرف من أطراف النزاع وأثرت سلبا على عملنا وإيصال المساعدات الإنسانية بما فيها إغلاق ميناء الحديدة قبل سنوات، وقمت كذلك بانتقاد الحوثيين فيما يخص عددا من الأمور، من بينها إعاقة استخدام بصمات الأصابع كطريقة لتقديم المساعدات وضمان وصولها للمستحقين، كما تأشيرات الدخول وغيرها الكثير، ولكن هذا تغير ولاحظنا تحسنا في مستوى التعاون مع الحوثيين لإيصال المساعدات الإنسانية.
تعنت حوثي يعرقل جهود وقف الحرب في اليمن. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة العرب تقريرا قالت فيه أن جماعة الحوثي رفضت خطط المبعوث الأمريكي لوقف الحرب في اليمن، معتبرة أنها مؤامرة لوضع البلد في مرحلة أخطر. وبحسب الصحيفة، فقد اعتبر المتحدث الرسمي للجماعة محمد عبد السلام أن ما أسماه المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينج بالمقترح لا جديد فيه، ويمثل الرؤية السعودية والأممية منذ عام، مضيفا أن المقترح الأمريكي لا هو وقف للحصار ولا وقف لإطلاق النار، بل التفافات شكلية تؤدي لعودة الحصار على اليمن بشكل دبلوماسي. وقالت الصحيفة في تقريرها أن جماعة الحوثي تتمسك بالتصعيد ضد السعودية وضد الحكومة اليمنية في الداخل في محاولة للسيطرة على مأرب، وبالتالي بسط نفوذهم على الشمال اليمني بأكمله استباقا لأي مفاوضات محتملة. وتقول الصحيفة أن السعودية التي تواجه هجمات متكررة يوميا بالصواريخ والمقذوفات إيرانية الصنع أبلغت مجلس الأمن الدولي بأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها من الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية. في الصحف المصرية قال الدكتور محمد عقضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف اليمني إن فضل مصر على اليمن لا يمكن نسيانه منذ القضاء على الإمامة في اليمن، ولن ننسى مشاركة مصر في تحرير اليمن، والتاريخ سجل بدم المصريين الطاهرة. وأضاف وزير الأوقاف اليمني في تصريح لصوت الأمة إن الحوثيين جماعة متطرفة تبيح القتل وإراقة الدماء باسم الدين، وهم جماعة سلطوية تدفع بها إيران لتدمير المنطقة. وأشاد وزير الأوقاف اليمن بجهود وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، قائلا جهود الوزارة لم تجني ثمارها في مصر فقط بل في كافة الدول، ونحن نستفيد كثيرا من تجاربها، مضيفا أننا نأمل التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية التي أصبحت مدرسة رائدة نقتدي بها ونستعين بأفكارها في مواجهة التطرف والإرهاب. نشرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم تقريراً قالت فيه أن مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أفادت بأن منسوب الحرائق التي التهمت الأسواق السوداء لبيع الوقود في العاصمة والمدن الأخرى الخاضعة للميليشيات الحوثية شهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعل تلك المستودعات التي يديرها قادة الجماعة تتحول إلى قنابل موقوتة تهدد حياة اليمنيين. مع اتساع رقعة الحرائق التي تلتهم بشكل متكرر الأسواق السوداء لتجارة الوقود، شكى مواطنون بصنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة للشرق الأوسط من ارتفاع عدد حوادث الحرائق مع تزايد الأسواق السوداء وانتشار مخازن الوقود بشكل كبير في المناطق القريبة من مساكنهم. في حي السنينة وسط صنعاء ذي الكثافة السكانية العالية، قال سكان محليون هناك إن منطقتهم التي شهدت على مدى أشهر ماضية حرائق وانفجارات عدة بمخازن حوثية سرية لبيع الوقود تحولت اليوم بفعل استحداث مخازن ومستودعات جديدة إلى ما يشبه القنابل الموقوتة التي تهدد حياة الآلاف من قاطني تلك المنطقة. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انفجرت في العاصمة وريفها ومدن صعدة وإب وتعز وذمار والحديدة وغيرها عشرات المحطات والمستودعات الخاصة بالمشتقات، وقادت لاندلاع حرائق ضخمة كشفت بجلاء حجم تساهل وعبث الميليشيات بأرواح وممتلكات اليمنيين. وكان تقرير صادر عن المصلحة الحوثية كشف عن وقوع 80 حريقا في العاصمة خلال النصف الأول من العام الماضي 2020 متسببة بوقوع ما يزيد على 31 حالة وفاة وإصابة بينهم نساء وأطفال، إلى جانب خسائر مادية قدرت بمئات الملايين من الريالات. في الصحف العالمية قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن تصعيد الحوثيين بشكل كبير لهجماتهم على أهداف داخل السعودية خلال الشهر الماضي يعقد جهود إدارة بايدن للتوسط في حل سلمي للصراع اليمني المستمر منذ سنوات وتخفيف أزمته الإنسانية. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم بأن الحوثيين ربما يصعدون هجماتهم لكسب نفوذ قبل المحادثات المتوقعة بشأن إنهاء الحرب.
حيث أجرى المبعوث الخاص لبايدن تيم ليندر كينغ مؤخرا مناقشات في المنطقة بشأن كيفية المضي قدما بعملية السلام، على الرغم من أن هجمات المتمردين الحوثيين داخل المملكة نادرا ما تسبب أضرارا كبيرة، لأن الحوثيين أظهروا أن بإمكانهم تنفيذ هجمات أكثر تطورا باستخدام طائرات بدون طيار على مدى أطول مصحوبة بهجمات بالصواريخ البالستية، وفقا لإيان ويليامز الباحث في مركز الاستراتيجية والدراسات الدولية. وقال ويليامز إن هذه التطورات قد تجعل من الصعب على السعوديين إخراج أنفسهم من الصراع، مضيفا بأنه يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للسعودية في الانسحاب من اليمن، مع العلم بوجود هذه القوة المعادية هناك وبحوزتها هذه الصواريخ القادرة على إطلاق النار من أراضيها. ختام السلطات، أترككم مع كاريكاتير اليوم.